ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 3 رمضان، يعني الاكلة رقم 3. النهاردة قمنا بقى نعمل حاجة خفيفة شوية، وهي اكلة مفضلة عندنا بصراحة، هي هنعمل البفتيك. هعمل البفتيك وهعمل له خلطة ما تقعش منك ابدا ابدا وانت بتحمريه، استحالة انها تقع منك. نمشي مع بعض الخطوات واحدة واحدة وهنشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة عندي هنا مية بصل، مية بصل. طبعا هتقولي مية البصل مش كتير قوي كده، انا عاملة طبعا البصلية وحتى معاها مية عشان تتضرب وتبقى ناعمة، وعصرتها كويس قوي في الشاشة عشان ما يبقاش في اي فضلات فيها خشنة. كده كده احنا عايزين نزود مية. هاجي هنا هعمل ايه؟ عندي بيضة واحدة، وعندي فلفل اسمر، وعندي ملح، وعندي كركم. الكركم مش هاخد منه كله، هاخد حبة صغيرة قوي، والباقي هحطه مع البصمات عشان يديك اللون الذهبي الحلو ده. هاخد اول حاجة البيضة، هاخد البيضة كده هاخد معاها الملح والفلفل، هاخد الملح والفلفل وحبة بس من الكركم. الكركم ده نخليه، احنا عندنا هنا البصمات انا هحطه عليها اهو. تمام، هقلب ده كويس اول اول مع البيضة كده. احنا قلبنا البيضة مع الملح مع الفلفل مع شوية من الكركم والمية البصل. هعمل ايه بقى كده؟ هبتدي احط دقيق. هاخد الاول 3 معالق دقيق كده واشوف النسبة بتاعتهم هتبقى ايه، وهقلب. اما اقلب اشوفها هي خفيفة او تقيلة، عايزة تاني مش عايزة تاني، هنشوف كده. خفيفة لسه، خفيفة شوية، احط لها معلقة واحدة من الدقيق. هقلب برضو كده. خلاص احنا كده قلبنا، هنجيب طبق بقى نحط فيه. جبنا كده طبق اهو هحط فيه، عين بقى البصمات دي بعيد شوية ده كده. وهبتدي اخد البفتيك. انا مش، هو طبعا رقيق فالراجل عامله، فعشان كده انا مش هقدر ادقه. هو كده كويس قوي، بصوا هو كده سمكه حلو قوي، شايفين سمكه حلو قوي. انا هعمله كده واسيبه بقى لحد ما نقرب قبل المغرب بشويه، وابتدي اسويه او نحمره او نحطه في الاير فراير ونشوف هيحصل ايه. اكمل بقى الحبه بتوعي كده، لان فيه وفيه. اكمل بقى كل ده وارجع لكم بقى. كده احنا تبلناه كله اهو، هسيبه بقى لحد ما نقرب نيجي نحمره. هنحمر يا اما هنحط يعني في من كل يحبه في الزيت عادي ويحمره عادي خالص وما تخافوش، وهوريكم ده وهوريكم ده. وفي اللي بيحبه في الافراير، هي بتبقى جميله بيدوبك باخد زيت خفيفه جدا وبيبقى لذيذ قوي برده. بس في اللي بيحبه طري شويه، هي يعني ها شويه بتخليه ايه يعني مقرمش شويه، مش مقرمش يعني مش طري قوي زي التحمير. هنشوف ده وهنشوف ده ان شاء الله، ونتقابل بقى مع بعض بقى نحمر البفتيك بتاعنا اللي احنا عملناه اهو. نحط كده ادي كمان حته
زي ما احنا شايفين. لازم تحاولي معاه كده عشان ما يتكوصش معاكي. ده بقى كده على طول عشان ما يتكوصش. كده خلاص اتحمروا معانا. تعرفي ازاي ان هما اللي هو استوى؟ بصي تعملي كده بالسكينه ما تطلعش معاكي اهو. كده خلاص عايزه اوريكم شكله. بصوا اللون بتاعه جميل ازاي، ما بياخدش سوا خالص. زي ما احنا شايفين كده اهو. عايزه اوريكم شكله بقى في المصفى، شايفين شكله ايه في منتهى الجمال. فاضل عندي دول هما، هطلعهم واكمل بقى الحاجه بتاعتي واوريكم بقى بعد ما يتغرف خالص، بعد ما نحطه بقى في طبق التقديم. كده خلاص اتحمروا معايا اهو، شايفين الشكل، شايفين لونها. زي ما احنا شايفين كده. خلص بقى الكميه بتاعته كلها واوريه لكم. وادي طبق البوفتيك بتاعنا الحمد لله خلص. بصوا شكله جميل ذهبي لذيذ، ما فيهوش اي حاجه خالص. بصوا ما فيهوش حاجه واقعه منه، ماسك نفسه طري. بصوا طري خالص اهو، مش ناشف مش مجلد كل ده. ودي كانت الاكله بتاعتنا، ويا رب تكون عجبتكم ويكون الفيديو خفيف عليكم. واللي ما شافش قناتي يا ريت يتفضل ويتكرم ويشوفها، وما ينسانيش في التعليق والاشتراك واللايك، اهم حاجة اللايك عشان الفيديو ينتشر ويجيلكوا كل جديد. واتمنى اشوفكوا بقى ان شاء الله في اكلة جديدة بطريقة جديدة. واقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.